السلام عليكم. مرارا وأنا أتحدث عن العداوة التي يحملها النظام الجزائري للمغرب، أقول وأكرر على أن هناك عداوة نابعة من عقدة نقص، وعقدة النقص هذه مردها ليس كما يقول البعض فقط إلى حرب الرمال أو إلى خسارة الجيش الجزائري في معركة من المعارك في تاريخ المواجهة بين المغرب والجزائر الجيوش طبعا، ولكن مردها إلى انعدام الدولة العصرية في الجزائر، أو انعدام مفهوم الدولة عموما في الجزائر. وبالتالي فالعدو الجزائري اليوم وبشهادة رئيس الحالي عبد المجيد تبون، عثرت لكم على فيديو يعترف بملء لسانه ويقول الحكومة الجزائرية أحادية التسيير. هذا الكلام سنة 1991. عبد المجيد تبون كان يعني لازال شابا، دعني أقول، أو لازال في الأربعينات من عمره، ويقول أن الإدارة الجزائرية هي أداة للحزب الواحد، ويقول أن الدولة مبنية على أحادية الحزب، وأن ليست هناك سلطات بل وظائف. ثم يقول بأن التشريع وحتى العدل، حتى وزارة العدل وحتى العدل في الجزائر كان عبارة عن وظيفة تتقاسم فيها المصالح. قال أن هذه الوظائف كانت مسخرة كل لأداة ما ولخدمة برنامج سياسي أو سياسة ما، وسياسة هو قال بالحرف وسياسة لحكم ما. ثم قال أن دستور فبراير 1989 هو الذي أدخل التعددية الحزبية إلى الجزائر. طيب سبحان الله، كأن الجزائر اليوم تعرف التعددية الحزبية. لكن دعني أقول لكم، 1989 كانت التجربة الانتخابية في المغرب قد تجاوزت ما يحدث في الجزائر بسنوات ضوئية، وكنا على بعد فقط 10 سنوات من حكومة التناوب، والتي شكلت مفترق طرق كبير في تاريخ الممارسة الحزبية والممارسة السياسية الديمقراطية في المغرب. لذلك فعقدة العدو أو الجزائر والنظام الجزائري حين يتطاول على المغرب، حين يشدد ويصمم على معاكسة المصالح المغربية وضرب الوحدة الترابية المغربية، أو محاولة، هو لم يضرب، هو يحاول يتمنى أن يضرب الوحدة الترابية للمغرب، فهو يفعل ذلك لعقدة نقص. أنا سأترككم تشاهدون هذا الفيديو، وطبعا أتمنى أن تستخلصوا منه بأنفسكم رغم رداءة الصوت، أن تستخلصوا منه الحقيقة المرة، وهي على لسان تبون نفسه. وطبعا في هذا الفيديو تبون، الرئيس عبد المجيد تبون، لا يشبه اسمه، كان يعني يبدو كإنسان. إلى اللقاء. حقيقة الإدارة ما خرجتش سليمة من 30 سنة تاع نمط تاع تسيير ونمط تاع حكم. والشيء اللي معروف أن في النظام الأحادي الحزب اللي عشنا فيه، الإدارة كانت أداة لحزب الحكم، حزب الواحد. نعرف كذلك أن الدولة المبنية على أحادية الحزب ما فيهاش سلطات، فيها وظائف، والوظائف هذه تؤدى كل يعني يتقاسم مع الآخر المشاكل المطروحة في الميدان، سواء كان الوظيفة التشريعية أو وظيفة العدل، لأن حتى العدالة كانت مجرد وظيفة بما فيه الوظيفة التنفيذية، وكل مسخر لأداة ما يعني لتنفيذ برنامج سياسي معين وسياسة لحكم معين.
بالطبع يعني الخليط أو المزيج بين الحزب والدولة والإدارة بصفة عامة خلى بصمات سلبية على الإدارة إزاء المواطن، حيث أن المواطن يرى في الإدارة ربما بقايا نظام، وهي في الواقع كانت أداة، مجرد أداة تنتمي حقيقة إلى نظام، ولكن ما كانش عندها دور قيادي، كان عندها دور تطبيقي. والتغيير السياسي اللي طرأ على الساحة السياسية بالأخص بعد دستور فبراير 89 اللي أدخل بالأخص التعددية الحزبية اقتضى كذلك أدخل يعني مفاهيم جديدة للدولة الجزائرية، وهي أن ما كان وظائف قبل أصبح اليوم سلطات، سلطات منفصلة على بعضها بعض. السلطة التشريعية منفصلة عن السلطة التشريعية ومنفصلة عن السلطة التنفيذية، وبالتالي الإدارة أصبحت امتداد لسلطة ما بين السلطات الثلاثة.